في عامها 51 بعد المئة تحتفل الصحافة العراقية بيوم مولدها، لكنها اليوم مخضبة بالدماء. عام 1869 شهد انطلاقة صحيفة زوراء، أول صحيفة في العراق لتتوالى بعدها مثيلاتها لترسم حركة إعلامية عبرت عن آراء وتطلعات الشعب وواكبته في مختلف الظروف. كهولة سنها لم تشفع لها، فقد نالت الصحافة نصيبها من مأساة السنين ما بعد الاحتلال، حتى صنف العراق من الدول الأكثر خطورة في مجال العمل الصحفي. شرعت الصحافة بالعراق بقرع أبواب الحقيقة من خلال كشف جرائم الاحتلال الأمريكي وحكوماته وكشف حقيقة ما يجري على الأرض. عشرات الصحفيين حبرت أقلامهم بدمائهم وبرصاص دعاة الديمقراطية. منظمة مراسلون بلا حدود قالت إن العراق خلال عام 2020 حافظ على بقائه في البقعة السوداء المخصصة للدول الأكثر خطورة في مجال الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، محتلا المركز 162 من بين 180 دولة رصدتها المنظمة في العالم. توالت الكوارث على البلاد ولازمتها الصحافة حتى انتفض العراقيون في ثورة تشرين التي اعتبروها طوق النجاة الأخير، فشق الصحفيون عباب التغطية الحكومية وأظهروا وجه الثورة الناصع ودموية السلطة وعنف أركانها وميليشياتهم. يذكر التقرير للمنظمة أن الصحفيين العراقيين يخاطرون بحياتهم عندما يغطون التظاهرات، فهم يواجهون المضايقات أو الاختطاف أو الاعتداء على أيدي عناصر الميليشيات أو القوات الحكومية، بل وصل الأمر إلى إقدام الميليشيات على اغتيال الصحفيين كما حدث في البصرة وغيرها، وتمر تلك الحوادث بلا عقاب بعد أن تفتح تحقيقات لا تؤدي إلى أي نتائج بطبيعة الحال. حتى قضايا الفساد أو تقصي أحوال النازحين والمعتقلين والمغيبين قد تعرض حياة الصحفي للخطر، فتؤكد مراسلون بلا حدود أنه في ظل تعنت الشخصيات السياسية والدينية التي تعتبر نفسها مقدسة وغير قابلة للانتقاد، يتعرض الصحفيون للملاحقات ووسائل الإعلام لمنع النشر أو البث بتهمة إهانة رموز وطنية أو دينية. عام جديد تدخله الصحافة العراقية وقد سطرت سفرا من التضحية وأمامها المزيد طالما تدق هتافات الثوار مسامع القابعين خلف أسوار الخضراء.